الصدر يدعو لحصر السلاح بيد الدولة والمقاومة ترى في سلاحها عزة للوطن. صدر غرد قائلا تريد بعض الجهات وبعض الدول أن تدخل العراق في بوتقة التصعيد العسكري والأمني، مضيفا بالقول يمنع منعا باتا استخدام السلاح خارج نطاق الدولة وتمنع استهداف البعثات الدبلوماسية أيا كانت، وكل من يفعل ذلك فهو عاص. أما الناطق باسم الصدر فقال إن الفصائل تريد إدخال العراق في معمعة الصراع الإيراني الأمريكي، متسائلا بأن إيران اكتفت بالرد في قاعدة عين الأسد، فلماذا تصر المقاومة على الرد؟ أمين عام كتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي قال في بيان إن سلاحنا أكثر انضباطا وتنظيما من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية على مر التاريخ، ولن نسمح لأحد أن يعبث بهذا السلاح المقدس الذي حفظ الأرض والعرض وصان الدماء. وبين هذه التصريحات والتحركات الأمريكية في الخليج والوعود الإيرانية بالرد على حادثة المطار في الداخل الأمريكي، هنالك توتر أمني ينذر بهجوم محتمل قد يكون في العراق. وخير دليل على ذلك ما كشفه نظام فلايت الرادار السويدي عن غياب كامل للطيران المدني في الأجواء العراقية منذ يومين تحسبا لخطورة الوضع الأمني. ولبرهنة ذلك أكثر هو بث موقع مقرب من وزارة الاطلاعات الإيرانية مقطعا يتضمن ضرب قاعدة أمريكية وصقر يقوم بنقل جثة إلى داخل البيت الأبيض، وبث هذا المقطع بتقنية الانيميشن جرافيك العسكرية معروفة بنوع من الرسائل المتبادلة بين الدول. فهل هذا دليل على قول قائد فيلق القدس قاآني بأن الرد سيكون داخل أمريكا؟ وهل سيتأثر العراق بذلك؟ إنه سيكون مسرح الصراع بين الطرفين.